السلام عليكم الخوت الخواتات، كي دايرين؟ بخير الله. الوالدة تقدت لنا البقولة. الوالدة دائما كنت كتقول لامي جيبي البقولة، غنشوفو كي دايره البقولة والزوينة. قالك ديال البطاطا هذه، ديال البطاطا هذه 4 دراهم القبطة. الله يلاه زوينة. فين غادينا لاني؟ مرحبا، نحن غادين المولاي يعقوب. مولاي يعقوب، مولاي يعقوب، مولاي يعقوب، مولاي يعقوب. وهذا مولاي يعقوب مازال ما شفتوش. اول مره غادي تمشي تشوفو لاني؟ هذه هي الطريق ديالو. وقفنا غير هنا باش ناخذ شويه ديال، باش ناخذ شي شويه ديال البقوله. صافي هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي نقلعو ان شاء الله. مبقناش بزاف، قدنا واحد تقريبا واحد ربع ساعه على ما كنظن. ان شاء الله غادي نوصلو تما كاينه ونوريكم الاجواء كيفاش دايره تما كاينه. معنا ليلى ولاني والوالده واختي. يلا سلام اخواتي. دابا نوريكم طريق ديال مولاي يعقوب. دابا غاديين ونوريكم طريق ديال مولاي يعقوب. كتشوفوا الطريق زوينه هنايا، ماندر ماندر زوينه بزاف بزاف. شوفوا نحنا بحال فوق الجبل، فوق الجبل واعره واعره. كتشوفوا مندر هناك واعره. نوريكم قرب قرب. شوفوا شوفوا ما شاء الله زوينه بزاف، بحال بحالك فوق طياره. يا ويلي زوينه بزاف، بحال فوق طياره والله. ها هو طريق يا الحمار هنايا، هو طريق. تشوفوا الطريق زوينه، نقية نقية بزاف ما شاء الله. على مندر هنا يا اخوتي واعرة واعرة. هاك هاك قربنا نوصل. شوفوا شوفوا انتو فوق طيارة، بحال انك فوق طيارة ما شاء الله على تراب. بسم الله، هل نحن الفوق الطيارة؟ يا زوينة بزاف. أنا نقرب قرب. شوفوا شوفوا يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا شوفوا لتحت تحت. هوا طريق. شوفوا هنا غزالة غزالة. شوفوا 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 مولاي يعقوب. وصلنا لمولاي يعقوب. يا كيف وصلنا. شوفوا هنا ها هو مولاي يعقوب. كاينه ناس بزاف تبارك الله. في ناس بزاف اللي مازال ما شاف مولاي يعقوب. ها هو مولاي يعقوب، مولاي يعقوب. ها هو تونو بلاد. حمار في هنا يا حمار بزاف. شنو كيديروا يا ترى؟ المهم وصلنا هنايا المولاي يعقوب. ونقلبوا سي باركين. شوفوا شوفوا كاين باركي الطوموبيل هنا. المهم المهم باركيو باركين، نديرو باركين هنايا. مشيتي ليها محمد راه باركين. هانتي الناس عارفين. شوفوا الناس خواتي هنايا بزاف. يلا اخواتي خليكم معنا ونشوفكم. خليكم معنا. يا ليلى هي الشكاكيرة ودايره الشكاكيرة فيها الحوايج ديالها. حنا وصلنا هنايا باركينا الطوموبيل هنايا. حنا كن
نزلوا حوايجنا باش نمشيو للحمام. شدي ليلو يلا سير راني كيعجبها التمنظر هنايا. المهم حنا غادي ندوشو هنايا. مولاي يعقوب، مولاي يعقوب معروف بالكبريت والماء السخون من عند الله، وبالنسبة للناس اللي عندها شي مرض في الجلد ولا حساسية في الجلد ولا في شي حاجة يعني راكي مزيان ليه، مزيان الناس اللي عندها أمراض الجلد راه مزيانة ليه. وفيه مساج، فيه الدوش، فيه سريج يعني التعوم، فيها حانوتات، وفيها حانوتات. ها هي الحانوتات، راني اول مره غتجي لهنا. وليلى كالعاده عاوتاني فما شافت شي لعاب ولا شي حلوه ولا شي نفخه كتقول لك بغيتها حتى انا. المهم الخوت حنا وصلنا لمولى يعقوب. هو هذا الجديد، هذا راه لاني وها ليلى. صافي هذا راه الجديد، هذا دخل فيه 25 درهم وكاين خلاص المساج ولا ما عرف شنو كاين المساج ولا ما عرف شحال الثمن داير المساج. هذا غير ديال الشاريج و 25 درهم، وكاين القديم كيقولوا ان 260 ولا 15 درهم ولا ما عرف شحال. المهم دابا غادي ندخلو ومن بعد نساليوكم معنا ملي غنخرج. يلا تحياتي. المهم نوريكم الحمام ديال مولاي يعقوب كيفاش داير، اللي هو هذا. وكيف ما كتشوفوا الروبونيات اللي دايرين ليه ديال كوتا كوت. هذا السخون، هذا البارد، المهم الخوت اللي بغيت نقول لكم هو اللون ديالو جاي شويه الخضريه، جاي شويه الخضر يعني ملي كتعمر هذا كيبقى يبان لك انه عنده لون، اللون اللي هو بيستاجي او لا قريب شويه للخضر. والمذاق ديالو مالح، المذاق ديالو مالح كيقطع بالملوحيه. ودرجة الحرارة ديالو ما عرفش بالضبط شحال، ولكن سخون يعني الا رخيتي غير سخون بوحديتو. وهاد السخونية طبيعية يعني ديال الله، يعني ماشي سخونية كيسخنوا الماء ولا شي حاجة، يعني هو هكا طبيعي سخون وحار بزاف سخون. وانا كنصح الناس يعني من هاد الفيديو هذا، انا كنصح الناس اللي عندها امراض جلدية حساسية في الجلد، اللي عندها شي مشكل في الجلد ديالها تجي لمولى يعقوب وداوم واحد 3 مرات 4 المرات وتمنوا الشفاء من عند الله. لان الاغلبيه ديال الناس كيجيو كيكونوا مرض من مرض الجلد. ونصيحه مني الانسان اللي مريض بالجلد يجي ياخذ واحد ديالو خاص، يعني ما يمشيش يدخل في السريج مع الناس يعادي الناس ولا يمرض الناس بشي حاجه. يعني من الاحسن ياخذ بوحدو، عجبك هذا خذو 35 درهم، ما عجبكش راه كاين واحد ديال 100 درهم، فهمتي؟ يعني 35 درهم للساعة. وبالنسبة ديال الشاريج راه كتجلس شحال ما بغيتي تجلس ب 25 درهم. دابا نوريلكم الأثمنة. والمهم اللي هو هذا نقي زعما صراحة شوية، كنظن أنه شوي ماشي شي نقاء، ولكن كنظن إلا خديتو الحمام ديال 100 درهم اولا 110 درهم وقيله. دابا نوريكم الاثمنه، كنظن انه غيكون شي حاجه واعره، شي حاجه ناضيه. المهم انا مشيت على حسب قدي وهذا الشيء اللي كاين.
وخلاص مالي الدار راه مشاو للشريج. يلا المهم خليكم معايا. السنسور اللي ما قدش يطلع، الناس اللي مرادين كيطلعوا في السنسور لهاد الطبقه هذه اللي كتكون خاصه. النزله ديالها هي هذه صراحه. هذا جديد يعني، راه كاين جوج، كاين واحد القديم الاول اللي كان وكاين جديد. المهم اللي هو هذا الخوت، كاين هذا، هذا اللي كنت دخلت ليه انا، دخلت ليه انا هو هذا. الساعه كاين هذا الشريج، الشريج اللي هو هذا، هذا الشريج، هذا راه الشريج هذا. وكاين هذا اللي واعر 110 درهم اللي هو هذا. هذا شي حاجه زوينه ومتسعه وشي حاجه نقيه وواعره واعره. المهم اللي بغى يكرم راسه هو هذا 110 درهم الساعه. المهم هذه هي الخرجه، وهنا بلاصه الخلاص، هذا بلاصه الخلاص هنا. صافي نخرجوا بحالتنا هنايا ونتسناو مال نضر على ما يسالي ويخرجوا، نشربوا شويه ديال اللبن ونتسناوهم. المهم هنايا كي كتخرج، كتخرج كتلقى سايكوك، كتلقى العصير، كتلقى. المهم انا خديت واحد الزلافه هنايا، وما نضر نيت غادي يخرجوا الناس من تما. كاين لهاد الجهه الرجال وكاين لهاد الجهه العيالات. نشربوا هاد الزليفه هادي صراحه. كاين الطبيعه هنا واخا تلا دوشتي وهذا، راه كتمشي لواحد البلاصه كاينه لهاد الجهه، راه كتلقى فيه هذاك الشيء ناضي وزوين وكاين ما يتشاف صراحه، وحتى الطبيعه زوينه. وغادي نجلسوا هنا نتغداو، على ما يخرجوا من الدار نيت غادي نجلسوا هنا نتغداو. يلا خليكم معنا وناخذ نيت شويه ديال اللبن نديوه للدار. ايوا المهم الخوت خرجت وكنشوف واحد البلاصه راه هي اللي كتشوفوها حتى نتوما، سولت عليها وقال لك هذاك راه حمام ديال واحد سعودي، وفيه فيه حمام وفيه مساج، كيديروا المساج وحمام داكشي الفخم ديال مول الشقاره. وكاين دوش بوحدو، كاين دوش بوحدو داير شي 140 درهم، 140 درهم ولا 130 درهم ما كان ما... انا بقيت عاقل. 130 درهم ولا 140 درهم حمام عادي ومساج خلاص ما عرفتش بشحال الثمن مساج. مشروع ناضي دايرينو في هاد في وسط هاد الاجبال وفي هاد البلاصه هادي. وهاد البلاصه هادي دائما فوق ما كتجي، يعني فوق ما جيتي هنا راه غتلقى هاد البلاصه عامره. وخلاص الا جيتي في الحد ولا في الويكاند راه غادي يكون كثار، يعني غادي تكون القضيه عامره الدوبل ديال هادشي هذا. وكاين خلاص اوطيلات، كاين يعني اي حاجه، اي حاجه على بغيتو تباتو يمكن لكم انكم تباتو الا كنتو جايين شي بلاصه بعيده وبغيتو تدوزو شي وقيته مثلا هنايا. المهم وهاد الفيديو هذا هو ميساج غادي يهم بزاف الناس اللي مراضين، يعني مراضين بالجلد، عندهم حساسيه في الجلد ولا فيهم شي حاجه. يعني هذا هو الفيديو هذا مخصص ليهم كمعلومه وك إفادة للجميع، هو هادشي اللي كاين. المهم دابا راني كنتسنى مال الدار، مازال ما خرجوش، راكم عارفين العيالات كي قلتو 3 السوايع ولا 4 السوايعات كيخرجوا. او الراجل صافي كيدخل كيمشي كيدوش كيسالي ساعه 40 دقيقه 45 الى طول كاع واحد ساعه ونص كاع الى طول. ولكن العيالات لا ما كيتزاقلوش، كتعجبهم السخون وكيبقاو مجبدين عليها. يلا خليكم معنا. المهم اخواتي دابا راجعين في الدار، والحمد لله دوزنا نهار زوينه، واتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك وبارتجوا على هذا الفيديو، وديروا الجرس اذا مازال ما فهمتوش، الجرس ليكون ترن ترن ترن
وشكرا بزاف على المتطبعين ديالنا، ونشوفكم على فيديو اخر، وكل يوم سفر واحد. الى اللقاء، باي باي.